نظمت مديرية الصحة بمركز أسوان قافلة طبية مجانية بقرية الجوازيرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم الكشف على 1050 من المترددين على القافلة في 10 تخصصات مختلفة، وتوافر أكثر من 230 نوعا من العلاج، وتم الصرف بالمجان. كما تم تحويل عدد من المترددين للمستشفيات التابعة للمديرية لإجراء جراحات متنوعة وعمل أشعة رنين مغناطيسية ومقطعية. فكرة القوافل الطبية هي الوصول بالخدمة الطبية لأهلنا وناسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا والمناطق البعيدة عن الخدمة الطبية في ظل مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة. احنا عندنا التحليل والأشعة والعلاج بالمجان، لو محتاج زي ما بنقول رعاية سنوية، محتاج تدخل جراحي، محتاج أشعة رنين مغناطيسي مثلا، أشعة رنين، محتاج منظار جراحي، بنحوله لأقرب مستشفى تابعة لمديرية الشؤون الصحية وبنستكمل باقي الإجراءات هناك لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة للحصول على الخدمة الطبية كاملة، سواء تدخل جراحي أو أشعة معينة أو استصدار قرار علاج على نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة لصرف العلاج الشهري من المستشفيات بالمجان. القوافل الطبية العلاجية بتجيب محافظة أسوان من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، بننفذ قافلتين طبيتين كل أسبوع زي ما قلت لحضراتكم في ظل مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة للوصول بالخدمة الطبية لأهلنا وناسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا.